يعني شوف أنا كفنانة ويعني مرات ما أحب أطلع، بس بعض المرات أكو ناس يجوني يقولوا لي شذا لازم توري للناس هالأشياء حتى هم هم تحفزيهم يسوون نفس صحيح. نفس الموضوع. يجوز أكون مثلاً ناس آخرين عرفوا بيك أنت عملت هذا الشيء يجوج. وهذا اللي صار يعني أنا بالأخص في العراق يعني يعني كل زيارة يعني لازم يكون أحاول أسوي فد شيء يعني إنساني للناس، اللي أحس إنه هذا أكثر مكان يعني الناس أكو فئة من الناس تحتاجنا نكون موجودين يمهم بهالأمور يعني. صحيح. فيعني أحس إنه نفرح حلو إنه أنا يعني فرحتي من فرحة ناس مثلاً طبعاً. محتاجين أو طبعاً. فرحة طبعاً. ناس عندهم أمنية معينة نحقق لهم إياها، فهالأمور يعني أحس إنه قدمت شيء. إيه يعني لنفسي يعني عرفت شلون أحب أسويها. صحيح صحيح صحيح. للراحة النفسية. يعني. للراحة النفسية طبعاً أنا أحييك والجمهور يحييك وكل المتابعين يحييك. هاي صفقة شباب. شفناك مره بمسلسل تجربه تمثيليه مسلسل او مسلسل كان مسلسلين سويت احكي لنا عن هذا المسلسل كيف كانت ناجحه انا سويت مسلسلين المسلسل الاول كان مسلسل رهيب جدا يعني في اهم الممثلين العراقيين اسيا كمال يعني هوايه من الممثلين يعني الرائعين نجوم يعني الفنانين العراقيين نوجه لهم تحيه من خلال برنامجنا وهم ممثلين سوريين وفد ناس هواي كبار فاني اعطوني يعني البطوله إيه؟ انه مال المسلسل فاني بعدي طالعه من البرنامج احب التمثيل بس يعني قدام هذول الناس يعني فد شيء مو سهل كانت تجربه يعني حلوه بس قاسيه بالنسبه لي متعبه لان حتى الدور اللي انطوني اياه مال فتاه عراقيه عايشه برا ومتزوجه انسان كان دائما يضربها كان دائما والمسلسل الثاني هم جابوا لي زوج هم يضربني في المسلسل اقول لهم ايش بيكم كله هاي البنيه المسكينه ما ادري شنو انت خلصت الضرب والبسط من يجي زوجتي انت يعني بعد ما بيضرب فكانوا يعني حتى الادوار شوي تاثر فيها نفسيا غير انه مثلا كان اكو شغلات مثل ايش يسمونه الراكور أيه؟ الراكور انه مثلا احنا اكو مشهد أيه؟ معين بالمسلسل أيه؟ نلبس به ثياب معينه وبلوك معين فاني بالنسبه لي اجيب ثياب أيه؟ اجيب ثياب وياي لان كنت ساكنه ببيروت ونصور بسوريا أيه؟ فاجيب ثياب وياي من لبنان فاني افكر كل مشهد خلص بعد لبسه وارجعه أيه؟ لبنان فالمخرج بعدين أيه؟ بعد مثلا اسبوع يقولوا المشهد الراكور مال اقول لهم شنو يعني راكور هذاك خلاص رجعوا راحوا بيروت يتخبل المخرج طبعا انا يعني ما بعد قلتي بعد ما في تمثيل ولا عرضوا عليك لا صورت عرضوا علي مسلسل ثاني مع فايز سعيد ثاني اوكي اي والبطوله عرضوا علي مره ثالثه هم بيبسط اي قلت لك كله بسط بي فبس قلت لهم اي سيناريو ثالث يجيني انا بسط وجايتني يعني لازم ما يكون بيه بسط يعني اريد انبساط اكثر يعني شنو هذا مثلا المخرج او الكاتب إيه؟ ما يقدر يوصل لك يضربك او شيء بس إيه يطلع حركته يكتب لك دور يكتب لك دور بيه بسط على متوي شلون يشفه فبس هيك حابه يكون عندي دور شوي مركب اكثر